عزيز. تفضل امسيا لمسافه الميل وربع الميل بانطلاقه تجمع 11 من الجياده المستورده، انطلاقه تليفونو على غير العاده هو اللي يتصدر السباق، بينما تغيرت الامور الان لمصلحه المقدم هو اللي يتصدر السباق، وثم الملاحقه والمطارده ايضا هنا تخطف الصداره من قبل توم هارك هو اللي يتصدر السباق، وثم ياتي المقدم في المركز الثاني ومنتوبه ثالثا، بينما تليفونو ياتي في المركز الرابع والمرشح الأول أمريكان أرتيس يأتي خامسا. إذا هنا منتوبة الآن هو اللي يتصدر السباق بفارق طول عن توم هارك اللي يأتي في المركز الثاني، وثم يأتي المقدم ثالثا، بينما سير تشارلي كوز يأتي رابعا، والمرشح الأول أمريكان أرتيس يأتي خامسا، وثم يأتي تليفونو في المركز السادس بمحاداة السياد وبريميثيس بالمركز الثامن. حتى الآن منتوبة هو اللي يتصدر السباق، بينما يأتي في المركز الثاني توم هارك بقيادة الفارس المتمرن صادق حميد، بينما المقدم يأتي ثالثا. هنا أيضا معاناة، يتقدم إلى المركز الثالث، بينما المقدم يأتي في المركز الرابع، سير تشارلي كونز يأتي سادسا، بينما هنا حتى الآن الانتوبة لازال هو اللي يتصدر السباق. هنا الدخول في المنعطف الأخير باتجاه خط النهاية، ولازال منتوبة هو اللي يتصدر السباق، بينما توم هارك يأتي في المركز الثاني، بينما المرشح الأول أيضا أمريكان أرتيس انطلق الآن من الخارج، بينما هنا توم هارك هو اللي يتصدر السباق، بليجر بين بمحادثة السيار هو اللي يتصدر السباق، وثم يأتي توم هارك ثانيا، بينما هنالك بينما المركز الثالث هنالك بروميثيس. إذا بليجر بنت يطير الآن بيقترب من انتزاع الشوط السادس والأخير، فعلا بليجر بنت بطل كأس الحواد، فعلا بليجر بنت بقيادة موفقة من قبل دارين ويليامز من ينتزع صدارة الشوط السادس. فعلا أيها المتابعون الكرام، بليجر بنت في المشاركة الثالثة له في هذا الموسم ينتزع كأس الحواد. فعلا انتظر نتيجة المراكز الأربعة الأولى من قبل لجنة التحكيم وصورة النهاية.